السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، نجدد لكم التحية في حلقة جديدة من برنامجكم اقرأ كانت هناك. أهلا بكم. من هذه الطبيعة الخلابة ذات المناخ الاستوائي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، التي يقام فيها العديد من الفعاليات والأنشطة التي تخص العالم الإسلامي، أنتم معنا في هذه الحلقة لنتابع أحد المؤتمرات الكبرى الذي يقام هنا في هذه العاصمة، لنتابع سويا. في هذه الحلقة نعرض لكم فعاليات الافتتاح للمؤتمر العالمي الإسلامي الثالث للإعلام، والذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي في جاكرتا. أشكر جميع الإخوة الباحثين والمشاركين في هذا المؤتمر المبارك الذي يسعى إلى هدف كبير، وهو تسخير الإعلام في الأمة الإسلامية ليخدم قضاياها وليقلل السلبيات التي توجد في مجتمعاتها، وليسهم في إبراز حقيقة الإسلام السمحة البعيدة عن التطرف، عن الإرهاب، عن الغلو، التي تسعى لخدمة الإنسان أياً كان، والحوار مع أتباع الثقافات وأتباع الأديان. شكراً لجميع الإخوة الذين أسعدونا في هذا المؤتمر وقووا أملنا في الرب. نحن في الرابطة قووا أملنا وتطلعاتنا إلى أن هناك العديد من العلماء والباحثين والمفكرين والمسؤولين معنا في الهدف الذي قامت من أجله الرابطة. الرابطة قامت لتنسيق الجهود الإسلامية وللتركيز على قضايا المسلمين الكبيرة، تنطلق من مكة المكرمة وتجد الدعم من خادم الحرمين الشريفين ومن المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وتتعاون مع الدول الإسلامية ومن أبرزها دولة إندونيسيا، بل تتعاون مع المنظمات الدولية ومع المسؤولين في دول العالم أجمع فيما يتعلق بالحوار وفي شؤون الأقليات المسلمة، التي تحرص الرابطة على أن تأخذ حقوقها وأن تؤدي واجباتها الإسلامية في مجتمعاتها. نحن لدينا مصالح لإبراز للعالم أن الأمة الإسلامية تستطيع أن تتعامل مع الإعلام جيد، مع الاحتراف والمسؤولية. لا نترك المهنية والاتجاه الربحي الصحيح. في كلماتي في الافتتاحية أنا أركز على أننا لابد أفرادا وجماعات نستطيع أن نكون رواد تلفزيون والإعلام الإسلامي الدولي، الذي يكون بديلا
لهيمنة الإعلام الغربي العلماني. أنا أضع تحت الخط ما الذي يقوله معالي أمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي أمين العام لرابطة العالم الإسلامي بأن في المؤتمر القادم سنركز على التطبيقات والعمليات. في المؤتمر الأول والثاني والثالث ما زلنا في مستوى توحيد الرؤى لأهمية العالم الإسلامي أن يجتني إعلاما قويا لخلق التوازن في الإخبار الذي نسأل الآن عدم الاتزان والتوازن ويخسر الإسلام. ولذلك أنا أقدم تقديري واحترامي لهذا الموضوع لموضوع المؤتمر القادم يتعلق بالتطبيقات والعمليات واستجابة واضحة ما يتعلق بأقلية مسلمة في الدول غير الإسلامية. المؤتمر يعتبر امتداد للمؤتمرات السابقة التي عقدتها الرابطة في هذا الجانب، بدءا من المؤتمر الأول الذي عقد في عام 1400 وثم المؤتمر الثاني الذي عقد في قبل سنتين. وهذا المؤتمر يمثل قضية مهمة جدا وهي قضية الإعلام والمجتمع، وسيناقض أربع محاور وجلسات عمل، وكذلك سيركز على الجانب المهم في العلاقة بين الإعلام والمجتمع وكيف يؤثر الإعلام على المجتمع بمختلف مكوناته. وعقد المؤتمر في إندونيسيا كان يعني من قرارات المؤتمر السابق التي ذكرت بأن تستضيف إندونيسيا المؤتمر القادم كل سنتين. ونشكر لإندونيسيا يعني مبادرتها، ونتمنى من الدول الأخرى أن تحذو حذوها حتى لا يكون التركيز فقط على منطقة أخرى، وإنما نشمل جميع مناطق العالم ويستفيد الآخرون كذلك من هذا المؤتمر النافع. حقيقة يعني أنا لأول مرة أشارك في هذا المؤتمر العالمي للإعلام الإسلامي، وحقيقة يعني أنا تشرفت كثيرا وفرحت كثيرا واستفدت كثيرا يعني من هذا المؤتمر، ويعني وهذا الأمر لا بد منه، وإن شاء الله يعني نتطلع نتائج المؤتمر ويعني على أساس التوصيات كما ذكر في ذلك. يعني لنا إن شاء الله أمل كبير في نجاح هذا المؤتمر والتوصيات التي أشيدت بها في هذا المؤتمر إن شاء الله. المؤتمر السنة دي في جاكرتا كان في نقاش جاد حوالين المجتمع والإعلام، وكان الخطاب الحياتي والمعاشي المتمثل في صورة المسلمين في الإعلام كان حاضر بقوة. الوسائل الإعلام التقليدية تراجعت ودخل بشكل كبير جدا الكلام والحديث أثناء جلسات المؤتمر حوالين وسائل الاتصال الحديثة، تويتر والفيسبوك وكل هذه الوسائل. الجديد في هذا المؤتمر هذا النقاش الذي أتى من منطقة
جنوب شرق آسيا، أندونيسيا وماليزيا، شاهدنا متحدثين من الفلبين، قابلنا متحدثين من أستراليا يتناقشون حول الإعلام الإسلامي ومركزية الإعلام الإسلامي التي تنطلق من مكة المكرمة. النقاش كان نقاش مثمر ومفيد، وأهم ما في التوصيات التي خرج بها المؤتمر التي أتمنى أن تجد مجالا عمليا للتنفيذ إن شاء الله عما قريب. باستطاعة الإعلام أن يكون رأي العام حتى لو هذا الرأي غلط أو خطأ في نظر الإسلام. لذلك علينا المسلمون يعني لابد أن نقوي نفوذنا في مجال الإعلام. وأنا أتمنى أن يكون المؤتمر يستمر وخاصة في جاكرتا، ونحن نستفيد كثيرا من العلوم من المقالات قدموها الأساتذة والخبراء الإعلاميين من العالم، وأتمنى أن يكون في المستقبل لها في برامج خاصة للمرأة. ولا شك تواصل بين المجتمعات الإسلامية والأمم الإسلامية مختلفة مهمة جدا، وهذا نوع من التواصل من الواجب ومن أيضا من باب التكاتف بينهم وتآلف. ونشكر حكومة إندونيسيا ونشكر مقام رابطة عالم إسلامي وجهودها في إنجاز هذا اللقاء الثالث أو مؤتمر ثالث للإعلام الإسلامي. وإن كان التسمية صحيحة مفروض نقول إن الإعلام في العالم الإسلامي. صراحة نحن نعيش بين إيجابيات وسلبيات، وكما تفضل صاحب معالي أمين عام الرابطة دكتور عبد الله التركي في كلمة الافتتاح أشار إلى أننا نسعى إلى بروز الإيجابيات ونترك السلبيات، وهذا من باب الفأل، الفأل حسن أيضا، وهذه كلمة لها تأثيرها الكبير على الحاضرين أيضا. وكذلك نشكر الدكتور الأستاذ عبد الله الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية في خطابه الذي ألقاها اليوم، وحيث أشار إلى أن الإعلام اليوم جزء من الدعوة إلى الله والدعوة إلى غيرنا لكي يتعرف علينا. تم عرض العديد من المحاضرات وورقات العمل خلال أيام المؤتمر. في هذه الفقرة سنترككم مع بعض هذه المحاضرات لنتابعها سويا. هذا الموضوع موضوع الإعلام الحديث وتقنيات الإعلام الحديث أو الإعلام الجديد، أعدت فيه العديد من الدراسات وعقدت العديد من الندوات والمؤتمرات للحديث عن هذا الوافد وتأثيراته في أكثر من مستوى، على المستوى السياسي والمستوى الاجتماعي والمستوى كذلك الفكري. والذي يلفت حقيقة في هذا الإعلام أنه خرج فجأة وبتسارع كبير جدا وخلال فترة يسيرة جدا. ما كان الناس مثلا قبل 15 سنة أو 20 سنة يتوقعون أنه يمكن أن تحدث هذه الثورة بهذا المستوى الذي حصل. كان دارس الإعلام يتحدثون قبل ذلك في أن وسائل الإعلام الحديثة حولت العالم إلى قرية، وكان اختيار القرية لأن يعني مدة 24 ساعة هي الفترة التي يمكن أن ينتقل فيها الخبر في أرجاء القرية، وهو الزمن التقريبي ل كان هذا هو السمة التي أطلقت على عصر الإعلام الحديث. لكن مع تقنيات الإعلام الجديد بإمكاننا أن نقول أن هذه التقنيات حولت العالم إلى غرفة صغيرة، فنحن نستطيع أن نصل إلى مصدر المعلومة مباشرة في نفس اللحظة ونشاهدها، وربما نشارك أيضا في صنع المعلومة. حقيقة يعني مؤشر في هذه الدراسة يعني يشير إلى أن هذه التقنيات أتاحت استخدامات لم تكن وسائل الإعلام السابقة أو التقليدية تتيحها، وهي أن هذه التقنيات أتاحت لأي إنسان أن يتواصل مع أي شخص في أي مكان على مستوى الكرة الأرضية
دون حدود ودون قيود ودون أن يكون هناك معرفة مسبقة بينهم. أظهرت الدراسة أن هناك نسبة تقرب من 18% أو 19% استخدام للتواصل مع غرباء دائماً، وهذه النسبة وإن كانت يعني في منظورها قليلة إلا أنها تشير إلى أن هذه التقنيات خلقت نوع من فرص وإمكانات التواصل لم تكن يعني موجودة من قبل، وأحياناً وصلت إلى نسبة 58% التواصل مع غرباء، يليها الذين لا يستخدمون هذه التقنية في التواصل مع غرباء في ما يقرب من 33% كنسبة استخدام. تأتي بعد ذلك في الأخير البحث عن المعلومات والترفيه والتسلية، والتي يعني بلغت نسبة متقاربة تصل تقريبا إلى حدود 50%، يعني نصف العينة تستخدم هذه التقنيات دائما للترفيه وللتسلية، و40% تستخدمها أحيانا. طبعا هذه الاستخدامات يعني تشير حقيقة إلى أن هذه التقنيات فتحت آفاق كثيرة للتواصل لاستعمال الإعلام، وأنه لم يعد وسيلة النخبة ولم يعد وسيلة محدودة في مؤسسات على أشخاص معينين، مؤسسات رسمية وبتكاليف عالية. أصبحت هذه التقنية تتيح لأي شخص في العالم أن يعني يقوم بأدوار إعلامية واتصالية عديدة. كما هو معروف فإن الخبرات في مجالات الإعلام مختلفة في العالم الإسلامي ليست متشابهة، فمنها ما هو متميز ومنها ما هو ضعيف جدا أو مفقود. ولعل الدورات التدريبية ومثل هذه المؤتمرات في مجالات الإعلام المختلفة ستسهم في إدراك المعرفة التقنية والعملية ورفع مستوى الوسائل الإعلامية والارتقاء بالإنتاجية لدى المسلمين. ولا شك أنه كلما زادت اللقاءات المتخصصة في فروع الإعلام المختلفة أدرك المهتمون بالعمل الإعلامي جذور المشكلة وسعوا في إيجاد حلول عملية لها. ولدى الهيئة مشروعات مستقبلية تسعى لتحقيقها بالتعاون الهادف مع مؤسسات إعلامية في مختلف دول العالم سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. التربية الإعلامية تهدف إلى تمكين كل من المتلقي والمرسل، لأنه الآن صار المرسل والمتلقي حاجة واحدة، باعتبار أنه المرسل يمكن أن يرسل رسالة والمتلقي يتلقي، ولكن الآن أصبح المرسل نفسه المتلقي نفسه أصبح مرسلاً يرسل بعض الرسائل ويشارك في الإعلام الجديد من خلال السوشيال ميديا ومن خلال his own website. فالتربية الإعلامية أو ما يعرف الآن بمحلومية الإعلامية تهدف إلى تمكين كل من المتلقي والمرسل من مهام وسائل وتقنيات الإعلام وكيفية مخاطبة وسائل الإعلام، وذلك لخلق رأي عام مؤثر عند طرح قضايا المجتمع وهموم المواطنين، وساعد أيضا المتلقين في كسر الحاجز الذي يمكن أن ينشأ نتيجة التعامل مع وسائل الإعلام وكيفية التعبير عن الرأي والرأي الآخر. ويشهد العالم اليوم مجموعة من التطورات التكنولوجية السريعة وغير المسبوقة في ميدان الاتصالات والمعلومات، والتي انعكست بشكل أو بآخر على ميدان الإعلام من خلال الجمع بين النمط الإعلام التقليدي بالنمط التكنولوجي الحديث، مما أدى إلى ظهور ما يسمى اليوم بالإعلام الجديد، والذي ظهر من خلال الوسائط المتعددة التي تستطيع أن تدمج الكثير من المعطيات من مصادر مختلفة في شكل واحد كالنصوص والصور والأصوات والبيانات والرسومات والفيديو. أولاً أنا أشكر الله عز وجل، ثم لزاماً علي أن أشكر حكومة المملكة العربية السعودية التي ترعى رابطة العالم الإسلامي وتدعم جميع قضايا الأمة الإسلامية ومنها قضية مسلمي بورما الروهنجا. ثم أشكر رابطة العالم الإسلامي على هذا المؤتمر الكبير وعلى توجيه الدعوة لنا، وأيضاً أشكر حكومة جمهورية إندونيسيا للاستضافة وهذا التنظيم الطيب الجميل. فيما يتعلق بالقرارات والتوصيات في هذا المؤتمر هي كلها جميلة جداً ومركزة، ونحن أيضاً في أثناء التداول والبحث
طلبنا أن يكون هناك توصيات أو أن تكون هناك توصيات خاصة تتعلق بالأقليات الإسلامية عامة، سواء كانت التي يمارس عليها الظلم والاضطهاد في الفترة الحالية أو حتى تلك الأقليات التي خرجت من هذا الظلم والآن في مرحلة البناء. التوصية هذه جدا مهمة وممتازة، وأنا شخصيا رفعت التماس لمعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد المحسن التركي بأن ينظر في مدى إمكانية عقد مؤتمر خاص لأقليات الإسلامية ووضع محاور مناسبة لهذا المؤتمر، ثم الخروج بتوصيات وخارطة الطريق لرفع مستوى الإعلام في هذه الأقليات، سواء كانت أقليات في دول إسلامية أو حتى في دول غير إسلامية. أنا أشكر الله عز وجل ثم أشكركم أنتم في قناة إقرأ الذين أنتم حقيقة بذلتم جهد كبير في توثيق هذا المؤتمر ونقل وقائعه أولا بأول، وقد رأيت جهودكم شخصيا، وهذه قناة حقيقة أنا أهنئها كثيرا على 15 عاما، وأيضا لا أملك إلا أن أقول لكم جزاكم الله خير. ونحن عرقية الروهنجة، مسلمي الروهنجة، أمانة في أعناق الأمة الإسلامية، هذا حق لنا وواجب على الأمة الإسلامية، نذكرهم دائما بهذا الحق وبهذا الواجب. الحمد لله أنا قدمت ورقة في المؤتمر الثاني في 2011 اللي نظم في نفس المكان هنا في إندونيسيا، وأيضا شاركت في هذا المؤتمر. الحمد لله هذه خطوة طيبة جدا، لأنه نحن نحتاج إلى قاعدة نجتمع فيها كلنا ونتبادل ونتشاور ونتعرف على بعض، خاصة العاملين في مجال الإعلام، وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مقروءة أو الإعلام الجديد، فهذه مناسبة طيبة. الآن وقد صار لنا المكان والهيئة والتنظيم، فالآن السعي إلى تطويرها، لابد من تطوير ما هو موجود إن شاء الله. كيف وجدتم الفارق في النتائج ما بين العام الماضي وهذه السنة؟ والله خطوة بناء، يعني هو تعرف أنت المؤتمر الأول عقد قبل 33 سنة، فالمؤتمر الثاني عقد قبل سنتين، وهذا المؤتمر الثالث عقد الآن، فنحن الآن في بناء مؤسسة ومنظمة إسلامية تهتم بالإعلام. شأن الإعلام الآن أصبح ليس سلطة رابعة، صار سلطة أولى، فالآن الاهتمام بالإعلام وخاصة صارت لنا المنظمة هذه لابد أن نهتم فيها ولابد أن نطورها. لا شك أن مثل هذه المؤتمرات مهمة للغاية، خاصة في هذا الوقت حيث أصبح للإعلام دورا أهم بكثير مما كان، يعني لأن اليوم إعلام يستطيع أن يوحد الشعوب ويفرق بين الشعوب ويبني المجتمعات ويدمر المجتمعات، فنحن يعني نرى ضرورة لأنه نحتاج إلى خطوات عملية وليس كلاما فقط يعني. فمثل هذه المؤتمرات هي فرصة لتلتقي الخبراء والمتخصصين في هذا المجال بحيث نبني جسور التعاون بينهم، لأن العمل في المرحلة القادمة يتطلب إلى ظهور عمل جبار وإقامة مشاريع جبارة التي لا تنجح فقط في الساحة الإسلامية أو في المجتمع الإسلامي كما نتكلم اليوم، بل نريد المشاريع التي ستنجح في كل العالم، يعني تكون ناجحة في العالم كله للمسلمين ولغير المسلمين، المشاريع التي تتبنى القيمنا والتي تنبثق في كل أنحاء الأرض، وإن شاء الله تكون يعني تكون مساحات لكل المسلمين وغير المسلمين. في الحقيقة مثل هذه المؤتمرات تعد فرصة ممتازة لتبادل الآراء حول موضوع مهم جدا، هو موضوع كيف يمكن للعالم الإسلامي أن يكون له استراتيجية إعلامية تخاطب الآخر ويمكن من خلالها أن يدافع عن قضايا، لا سيما القضايا التي هضم حقه فيها. بالنسبة للمؤتمر الإعلام العالمي، أنا حضرت المؤتمر الثاني منذ سنتين، وهذا المؤتمر طبعا هو يعني خطوة في منتهى يعني مفيدة جدا جدا، وخصوصا أنه ينعقد في إندونيسيا، فنحن في إندونيسيا سعداء وفخورين بأن هذا المؤتمر ينعقد المرتين حتى ثلاث مرات على التوالي، واجتماع هذه النخبة من الإعلاميين للتحدث في مختلف القضايا هو شيء مهم جدا.
خاصة وأن العالم الإسلامي يعاني من العديد من القضايا والمشاكل، وأكثرها يتأثر بالإعلام. هناك إعلام محايد، هناك إعلام يزيد الطين بلة كما يقولون، وهناك إعلام مفيد. لذلك فهذه المعلومات مهمة جدا، وأنا طبعا أثمن كإعلامية. إعلامية أنا فقط منذ 15 عاما، يعني حين فكرت في عدم وجود أي منشورة باللغة العربية في إندونيسيا، هذا حركني يعني وجعلني أفكر في نشر هذه المجلة بعنوان ألو إندونيسيا. وهذه المجلة تساهم طبعا بالإعلام الإسلامي الرفيع في جميع المجالات، ثقافية وسياسية واقتصادية، كل المعلومات المطلوبة عن إندونيسيا. لذلك أنا سعيدة جدا بوجودي في هذا المؤتمر، وفي الرابطة كلهم يعني يعرفون الدور الذي أقوم به أيضا في الإعلام. نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية المطاف في حلقتنا من برنامجكم اقرأ كانت هناك، وحتى نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.